اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل الصحي، واحنا اتفقنا مع بعض يوم الاحد من كل اسبوع اكيد انت كاتبه على باب الثلاجه احنا الاحد اكل صحي مع الشيف المغازي، ولكن الاكلات اللي بنعملها في متناول الجميع، يعني عايزك تفتحي باب التلاجة تشوف المطبخ بتاعك فيه ايه. بنعمل الأكلة نسبة الديون فيها قليلة جدا، وعندنا الأكلة بتبقى بنسبة 99-98% أكل صحي زي الفل، زي مثلا الفول الأخضر النهاردة مش الموسم بتاعه، ولكن الفول المجمد اللي هو الحب بتاع الفول الأخضر نقدر نعمل طبق فول بالزيت، زيت الزيتون مع توم، الطبق ده يتاكل بارد أو سخن. أكلة صيامي لطيفة وجميلة وصحية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء. معانا لحمة النهاردة وجاي على بالي أعمل طبق فتة، إيه المشكلة لما أكون بعمل دايت وآكل فتة؟ هنعمل فتة النهاردة، فتة اللحمة مع الزبادي والحمص. الحمص مصدر غني جدا للبروتين النباتي مع لحمة نسبة الدهون فيها قليلة، هنشوف نعمل إزاي الفتة بتاعتنا، ولكن اللحم النهاردة لحم مفروم ضاني. معانا بقى شوربة النهاردة، هي مش غريبة ولا حاجة، شوربة أنا شخصيا بحبها، بتساعد على الهضم، بتعالج مشاكل الحموضة اللي عنده مشكلة مع الكولون. شوربة الزبادي، الزبادي اتعمل شوربة يا شيف؟ آه. مش هيفرط منك يا شيف؟ لا. مش هيبرغل منك يا شيف؟ لا. مش هيقطع منك؟ لا. هنشوف الزبادي ازاي يخش على النار ونقدر نعمله شوربة مع الطشة اللي هي التومة مع الكزبرة مع عصرة ليمون، هيبقى طعمه لطيف وجميل. صدقيني الشوربة دي لما تعرفيها وتعرفوا القيمة الغذائية بتاعتها، جوزك عنده مشاكل مع الحموضة، مشاكل مع الكولون، أكيد هتفيده. الأكل النهاردة صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، ومفاتيح السعادة في جيبك ما تدوريش عليها، هي المطبخ، حتى الأكل الصحي من المطبخ. هنطلع فاصل صغير وهو تروحوا بعيد عشان أكلنا النهاردة أكل صحي، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض إزاي نعمل كفتة اللحم بالحمص. يسموها في المطبخ الشامي او المطبخ اللبناني او السوري فتت اليوغاتليه بالزبادي، ده المسمى بتاعها. تعالوا نشوفوا تفاصيلتها ايه والشيف هيعملها ازاي على الطريقه المصريه اللطيفه الجميله. فتت اللحم بالحمص والزبادي، لحمه مفرومه وزبادي وطحينه وزبده، بصل، ثوم، فلفله حلوه، معلقه نشا، والخبره الطهويه وشويه حب. ما ننساش العيش المحمص الجميل الحلو ومعلقتين من الرز، والرز ده اختياري ويمكن مش مكتوبين في المقادير بس انا جايبه معايا عشان الاطفال ممكن مش حابين الفته من غير رز، نحط معلقتين رز لطبق ليهم او اضافه حسب الاختيار. المقادير على الشاشه، لحمه مفرومه وزبادي تاني وبصل وتوم وزبده فلفله حلوه، ما ننساش البهارات الحلوه الجميله، والعيش المحمص والرز اختياري. تعالوا شوفوا نعمل ازاي لحمة مفرومة مع حمص فتة. أول حاجة هنبدأ بيها الحمص على النار بيستوي، وأنا مش عايز تشتري حمص علبة الحمص بالشيء الفلاني، أنت هتجيب نص كيلو حمص حطيه على النار ناعم بالليل مع بصلة مع تومة مع قرن فلفل، سلقت شوية حمص حلوين زي دول. الحمص يا شباب أهو ده الحمص بتاعنا، ده حمص مسلوق، ده الأساس. أه، بصلة طماطمايه، بنسلق الحمص يبقى معانا بالشكل ده كده جاهز وحاضر. حلوه، ودي خطوه اولى. الخطوه الثانيه نشوف اللحمه هنعمل فيه ايه. لحم المفروم بتاع الفته اهوت، لحم ضاني، لحم كندوز، ده لحم ضاني نسبه الدهون فيه لا تتعدى ال 20% تقريبا، نص كيلو، كيلو الا ربع، ربع كيلو، الكميه حسب عدد افراد الاسره. حلو الكلام. حته اللحمه دي عايز اشتغل عليها شويه واطريها ونعملها كفتة اللي هي اليوغاتلية. نعملها ازاي واحنا مع بعض؟ خطوة خطوة. أول حاجة بحط البصلة المفرومة الناعمة من غير كوبيب، من غير كبة ولا أي حاجة. أهو ده بصل، توم، الله تسلم إيدك يا عم الشيف، معلقة طحينة على الكفتة، اصبري على رزقك كده عشان إيه تاخدي شغل حلو، شوية بقدونس مفرومين ناعم، الله، معلقة فلفلة حلوة، في قلب الخلطة دي. حلو الكلام. معانا من الزبادي شوية،
ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ اللهم صل على النبي. معانا من النشا معلقه، هعمل كفته دلوقتي. الكفته دي هتستوي في الفرن، اخد الجوس بتاعها واخد العصير بتاعها، نشوف ان ازاي نعمل بيه الطشه بتاعتها. دي معلقه نشا، معلقه مليانه كده. حد يسالني بقى ليه حطيت معلقه نشا على الكفته مع الزبادي؟ السؤال ده مهم جدا. ليه يا عم الشيف؟ يعني انا لو ضفت زبادي لوحده، الزبادي ده هيقطع مني في قلب اللحمه ويخلي لي شكل اللحمه مش ظريف. فعشان كده حطيت ايه يا عم الشيف؟ معلقه نشا. واحط البهارات بتاعتنا، البابريكا والملح والفلفل والشطه. الاكله دي فيها شويه خبره طهويه شويه، يعني لازم تكوني فاهمه مطبخ عشان تعمليها، خلي بالك، عشان الاكله دي لها تفاصيل كده ولازم ان احنا ما نغلطش فيها. يبقى انا اول حاجه عملتها تبلت اللحمه بحاجات كتيره. دي مش كفته، دي فته يوغتليه فيها زبادي. وجايه من يوغتليه منين؟ جايه من الزبادي. حطيت عليها ثوم، وحطيت عليها بصل، حطيت عليها فلفله حلوه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، وحطيت طبعا معلقه الزبادي مع معلقه نشا، كل ده مع بعضه. وامسك اللحمه دي اهرسها كده بقى الطريه معايا زي الفل، نشيلها خالص اهي. حلو زي الفل، حلوه الدنيا. يلا تمام، نقلب كده. حته اللحمه طريه ازاي في ايدي، هو ده. دي هتخش الفرن يا شيف. نقف محطه هنا اسمها محطه الابداع، محطه الرشاقه. نقدر نعمل اللحمه دي بالشكل ده، كفته اللحمه بالصينيه. تتعمل صينيه مع شرايح من البطاطس واسمها كفته اللحمه بالصينيه. اقلبها بايدي كده. الله، اللحمه لونها اتغير، فيها طعم، فيها فليفر، اذا كان الزبادي مع الثوم مع البصل مع الفلفله الحلوه، معلقه الطحينه اللي عملت جو حلو قوي، حلو قوي. معانا شويه نعناع يابس، نعناع بتاع مطروح كده اهو، جاي لنا هديه. الله، النعناع ده مع اللبن بياخده في سكه تانيه، وخاصه لما نحط فيه ثوم. الناس اللي مش بتحب ريحه الثوم، النعناع الناشف بتاع مطروح من ارض مطروح، الناس الطيبين لما حد بيروح بيجيب لي نعناع ناشف من هناك مع كوبايه الشاي ساعه العصاري، حكايه. حته اللحمه هنا زي الفل. تمام، هنجيب كسروله تانيه زي دي كده، ونحط فيها شويه زيت زيتون. حلو، والفرن عندنا درجه حرارته 180 يا عم الشيف. ونعمل كفته اليوغتليه بتاعتنا، ده زيت زيتون اهي، واحنا بنعملها بايدينا كده اهو بالشكل ده كده اهو. لازم اصابع ايدك الاربعه يعلموا فيها بس كده. ما تعملش داوود باشا دي، خلي بالك. دي هتبقى على وش الفته هبره كده. حلو، فته اليوغتليه بالحمص. البعض الأسر يعني في السوريين واللبنانيين يحطوا فيها حتة لية، وده اختياري يعني، يبضاني فيه شوية لية. لو احنا عايزين نعملها عادية، بس أنا عاملها النهاردة طريقة صحية، استخدمت زيت زيتون. شفنا مع بعض استخدامنا للدهنيات قليل جدا. والزبادي نشتريه من أي سوبر ماركت قليل الدسامة. ما شاء الله، نص كيلو لحمة ملل الكسرولة بالشكل ده كده. شكلها حلو ازاي، فيها تفاصيل. لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، حتى مع الأكل الصحي أكيد نقف وقفة هنا.
حلو، رصيت الصينيه بتاعتي، درجه حراره الفرن عندي 180، دي عايزه 10 دقايق في الفرن. اللهم صل على النبي، زي الفل. بص عليها كده مخرجنا الجميل، بالله عليك تدلعها. حلو الكلام. اول حاجه هدخلها الفرن. لما تخش الفرن وتطلع يا عم الشيف دي، هتديني شويه عصير، شويه بهريز، شويه البهريز وشويه العصير اللي هيطلعوا لي من اللحمه دي هستفيد بيهم في الطشه بتاعه الفته. ده مهم جدا على فكره. يلا ندخلها مع بعض الفرن، اللهم صل على النبي، في درجه حراره 180. وتتحط على الشبكه، عينيه، وتتحط على الشبكه، ما تتحطش في ارضيه الفرن. انا عايز النار تحتويها من كل الجوانب وكل الاماكن. حلو الكلام. فتت اللغات ليا في قلب الفرن، هي التركايه في اللحمه اللي انا عملتها دي. الحمص مستوي على النار، ايه الصوره الحلوه دي، ايه الجمال ده. يلا بينا. هو ده معايا، حمص مستوي على النار، معايا العيش متحمص، معايا الزبادي مع الطحينه. الاكله دي يعني طبق الفته ده صعب جدا على فكره، فيه تفاصيل كتيره، ولكن الطبق ده محتويات الغذائي بتاعه على فكره صغير وكبير يقدر يستفيد بيه. هنطلع فاصل صغير ونرجع لطبق فول بالزيت، طبق صيامي بهديه لاخواننا المسيحيين. الاكله دي اكله صحيه بنسبه 100%. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل طبق صيامي دلوقتي اسمه الفول بزيت الزيتون. الطبق ده بيتقدم من طبق المقبلات، ممكن يتقدم بارد ويتقدم سخن. والطبق ده الميزه فيه ان احنا متعودين على طبق الفول المدمس، ناكله مع زيت حار، مع زيت زيتون، مع طحينه. ولكن الفول الاخضر اللي هي الفصوص بتاعت الفول الاخضر، لما نشيله ونخزنه اكيد بيبقى طعمه لطيف. وكان زمان الوالده رحمه الله عليها تعمل لنا الفول الاخضر ده مع الرز وشوربه، لطيف جدا على فكره. الفول الاخضر نفسه يتقمع كده زي البسله، حاجه لطيفه وجميله، بس يجي الموسم بتاعه. معانا فول مجمد، وده موجود في اي سوبر ماركت او انت مجمداه. معانا بصل، معانا فلفله حلوه، معانا زيت زيتون، معانا توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. ولماذا الكمون؟ علشان الكمون بيشيل الغازات مع البقوليات زي الفول والحمص. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. نمسك ناخد البصلايه دي نقطعها شرايح كده، بساطه سهوله مرونه. طبق صيامي صحي 100%. ايه الاماره يا شيف؟ الاماره ان احنا زيت الزيتون عندنا مفيش منه مشاكل، القليل منه لطيف، البصل، الفول الاخضر الجميل الحلو، والثوم في غنى ان احنا نتكلم عنه، بيخلصنا من الكوليسترول، قيمته الغذائيه عاليه جدا، ينشط الدوره الدمويه، وفي خاصه الاجزاء الدقيقه من الجسم. يعني الثوم من ضمن الحاجات اللي بيقلل الكوليسترول. ادي البصلايه في قلب الزيت، مش هنحمرها، مش عايزه تاخد لون بالشكل ده كده. واقول لك على فكره حلوه ما تقوليش لحد، عايزه البصلايه دي تفك من بعضها كده وتبقى لطيفه وجميله، رشه ملح وغطيها. الله عليك يا عم الشيف. الحاجات دي بتيجي منين؟ بتيجي من الخبره. اوعي تنسى انك انت حاطه ملح، وغطيها. هنتفرج عليها بعد شويه. البخار هيطلع يفك لك البصله من بعضيها. ناخد الفول الاخضر بتاعنا الجميل ده كده اهو، نحط عليه التوم. ده توم ني مفيد، ممكن التوم ده يتقطع فصوص على فكره. معلقة فلفل حلوه بس خلاص، وشويه نعناع يابس حلوين عشان احط التوم كتير. الله، حلو قوي. وتعالوا نروح للبصل الحلوه. خلص الطبق كده بتاعنا. نبص على البصلة الحلوة دي كده، أخبارك إيه يا بصلة؟ أهي شوفها فكت معايا إزاي؟ الله، إيه الروقان ده؟ إيه الجمال ده؟ أهي فكت من بعضها إزاي؟ فل. أهي شرايح لطيفة وجميلة. خليكي فاكرة إنك أنت حاطة ملح، بالله عليكي. على البصلاية، والملح هو اللي خلى البصلاية طرية كده زي الفل. أهي
مع زيت الزيتون ننزل بكل الخلطه دي. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ جبت الفول المجمد فكيته بطبيعته في درجه حراره المطبخ، حطيت عليه توم، حطيت عليه نعناع يابس ومعلقه فلفله حلوه مع البصلايه. الطبق ده خلص. بعد ما بيطلع من النار بنعصر عليه عصره ليمون، وبالف انا وشيف. حلو قوي. ده طبق مقبلات سلطه جميل جدا اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هياخد شيشه ميه واسيبه على نار هاديه بعد ما يتقلب حلو كده. اكله جديده وحلوه، هتاكل البصله وتسيب الفول، تاكل الفول وتسيب البصله زي ما هو كده ونار هاديه وننساه. كمان واحده، شكرا، يلا مع السلامه. ونغطي، بص عليه بصه كده قبل ما اغطيه. يلا ودعه. هو ده الفول الاخضر، عملته مقبلات حاجه كده لطيفه وجميله، طبق صيامي بنسبه 100%. تمام، نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا عم الشيف؟ شوربه الزبادي. شوربه الزبادي بتتعمل ازاي؟ مقاديرها زبادي وتوم ونعناع يابس ونشا وبياض بيض. الشوربه دي لطيفه وجميله وصحيه بنسبه 99.9 تاني. بس تجيب الزبادي من اي سوبر ماركت نسبه الدسمه فيه قليله. تجيب زبادي من اي سوبر ماركت نسبه الدسمه فيه تكون قليله. شوربه الزبادي على الشاشه عباره عن تاني زبادي، نشا، بياض بيض، نعناع يابس، وتوم، وشويه ملح وشويه فلفل اختياري. الشوربه دي لطيفه وجميله. اول حاجه هعملها يا عم الشيف، هجيب النشا واجيب المضرب واخد النشا احطه على الزبادي ونقلبه. الشوربة دي عايزة على النار 5 دقايق بالظبط. حلوة أوي. تمام، عندنا بياض بيض. كم بيضة؟ 3. حلوة أوي زي الفل. مش لازم كمية يعني، يعني 3 يعني فوق الاتنين، 2 3 مفيش مشكلة. حطينا 4 مفيش مشكلة. بس استخدامنا البياض البيض هنا في حرفية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اتخلص منه. والصفار ده ما يترميش. تعملي طبق عجة، تعملي كيكة، تعملي مافن، استخداماته كتير قوي على فكرة. تعملي مايونيز. اخد البياض كده بالطريقة دي كده، شفت ازاي؟ على الزبادي. الشوربة دي بهديها لكبار السن، اللي عنده مشكلة مع الكوليسترول، اللي عنده مشكلة مع الضغط، مريض سكر، قيمتها الغذائية عالية جدا. ايه الأمارة يا عم الشيف؟ ان احنا ندرس تغذية ونعرف ايه على ايه يدينا ايه. الزبادي مفيش منه مشاكل، خاصة لو الدسمة بتاعته قليلة. بياض البيض مفيش منه مشاكل، كوليسترول قليل جدا لأن اتخلصنا من الصفار. التوم لطيف وجميل. ادي التوم بنحط عليه مفروم ناعم، ومعانا النعناع اليابس على الشوربه. يتفرم كده. الله. شيل العروق دي كده، اسقطه كده. هو ده الشغل بس، خلاص. شوربه لطيفه، نقلبهم كلهم مع بعض. اول مره اشوف الزبادي يتعمل شوربه. انا عارف انك بتقولي كده دلوقتي. زي الفل. معانا حله على النار، الحله دي فيها ميه مغليه. خلي بالكوا بقى التركايه دي بقى جامده قوي. دي فيها ماء مغلي اهو. تقريبا قد ايه كوبايه ميه يا عم الشيف؟ على ايه؟ على العرض الزبادي اللي هم 6 علب زبادي. تاني المقادير عشان تظبط معاك. 6 علب زبادي، وده عرض موجود في اي سوبر ماركت. الزبادي اللي هو قليل الدسامه هتلاقيه مكتوب كده لايت، يعني دايت. هتجيبيه وتحط عليهم كوبايه ميه مغليه في قلب الحله، هتحط عليهم معلقه توم،
معلقة نعناع يابس ناشف وتفركيه زي ما انا عملت كده، ويكون من مطروح. تحية كبيرة لأهالي مطروح. ومعانا التوم، ومعانا بياض البيض، كام بيضة يا عم الشيف؟ 3 بيضات كبار، خدنا البياض بتاعهم مع معلقة نشا مع رشة ملح صغيرة. هناخد كل ده مع بعضه اهو. يلا بينا. فين المية اللي بتغلي؟ بص عليها كده. حلوة اهو الشوربة دي طلعت، بمجرد ما سقطتها على المية المغلية طلعت خلاص. أخبار الفول إيه؟ بص على الفول، بص على الحلاوة. حاضر ابن حلال والله مخرجنا بيقول لي اللحمة اللي انت حاططها في الفرن نسيها يا شيفنا. شفتوا بقى لما يكون المخرج قلبه على الشيف؟ شفت الفول هنا خلصانة زي الفول. شلناه من النار، نسيبه لما يبرد شوية، بنحط عليه عصرة ليمون ونقدمه بألف أنا وشيفة. تمام. أخبار المية إيه؟ وصلت لفين؟ مش هحط الزبادة على المية غير لما أشوفها بتغلي قدامي، خلي بالك. أخبار اللحمة، نطلعها من الفرن. اللهم صل على النبي. أهي. بصي لي على الحلاوة بالله عليك، ودي عايزة تتدلع. وغازلها. حتة لحمة ضاني حكاية. اشتغلنا عليها، تبلناها بتفاصيل كتيرة من الزبادي والطحينة والبهارات والفلفلة والهريسة، بقت معانا بالشكل ده كده. نعم يا غالي، مستحيل طبعا تفك. شفت اللغتلية؟ شفت تفاصيل اللحمة بعد ما طلعت من الفرن؟ باين فيها البصل، وباين فيها التوابل، وباين فيها البهارات. ايه الجمال والحلاوة دي؟ طيب نبص على الشوربة. انا عايز الجوس اللي نزل من اللحمة ده هستفيد بيه، هعمل بيه الطشة بتاعت الفتة. هي دي الفكرة بقى. بعد ما اخد اللحمة دي، بص على اللحمة، عينيا. شفت الحلاوة؟ بص على الجمال، بالله عليك تجيبها. ألف أنا وشيف. فتة اللغتلية، الله. حطها كده زي الفل. الشوربة أخبارها إيه؟ يلا بص على الشوربة. الشوربة دي لازم التفاصيل دي. المية بتغلى على النار تاني، عشان لما تعمليها النهاردة لأولادك مريض سكر، مريض ضغط، عنده مشكلة مع الكولون، مشاكل مع الهضم، ارتجاع مريء، بيقلل الكوليسترول، الشوربة دي مفيدة جدا. زبادي لايت، العرض اللي 6 علب بتجيبيهم، تحط عليهم معلقة توم، معلقة نعناع يابس، بتقلبي التوم مع النعناع اليابس مع بياض 3 بيضات ورشة ملح صغيرة ومعلقة النشا. ضروري 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 معلقة النشا، أهم حاجة هي التركاية. يكون في كوباية مية بتغلى على النار، هننزل بقى كده اهي. يلا ننزل بالشوربة دي اهي زي الفل. الله، انسي زبادي يفرط مين يا حاج؟ بياض البيت هنا بيعمل ايه والنشا بيعمل ايه يا امي؟ ونقلب. الله، الف انا والشفا اللي يشرب منها. كريمه عامله زي اللبن الرايب الخفيف. لازم تكون الميه بتغلي. بس خلاص، اول ما كل يا نعم. يلا عينيا. هنا الشوربة على النار، طبعا مجرد ما هي بس تفور هتشيلها من النار، نقدمها بألف أنا وشفا. الشوربة دي وجبة عشاء كاملة، بتدور على بروتين فيها، بتدور على قيمة غذائية عالية فيها، بتدور على أكل صحي فيها. مشاكل مع الكولون مفيش، مشاكل مع الهضم مفيش، تعالج الإمساك أكيد. الشوربة دي بهديها لكل كبار السن والأطفال. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نشوف عندنا نطبق الفتة ازاي. الحمص مسلوق، اللحمة طلعت من النار، العيش متحمص عندنا، الرز المصري مسلوق. تطبيقة الفتة ديت وتفاصيلها كتير هتاخد مننا وقت. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شوربة الزبادي حصري وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الله، الشوربة دي بهديها لكبار السن، للأطفال، لكل حد بيعاني من مشاكل الحموضة. دي رشة كزبرة خضراء، ودي اختياري، حطها كده زي ما أنا عملت كده في قلب الطبق اللي هتغرفي فيه. وناخد الشوربة من النار بعد التقليب المستمر ونغرفها هنا. يلا بينا. هو ده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟
دي مش ملوخية. أيوة حلو. دي شوربة الزبادي. خلصت. اللهم صل على النبي. لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ. خبرة السنين. اللهم صل على النبي. فرط الزبادي؟ لا. قطع الزبادي؟ لا. في طعم طبعا، في تفاصيل في بياض بيض يعني بروتين يعني كالسيوم يعني معادن حلو؟ تمام. يا ريت تجربيها وتقولي لي رايك من خلال السوشيال ميديا، الصفحة الرسمية للقناة الأولى، صفحة أكلة أمي، صفحة الشيف المغازي. أدي الشوربة معانا، خلصنا منها. نخش على الفتة. الله، ده العيش المحمص. الله على الصوت الحلو ده، الصوت اللي يجوع ده. نعم. لو صبرت على رزقك هتشوف كل حاجة. بيقول لي أنا أعرف عيش محمص، ده المخرج بقى، المخرج بقى لما يحب إيه؟ يجود. قال لي أعرف يعني في شوربة لحمة، شوربة كوارع، شوربة عكاوي. هتجيب الشوربة منين؟ حلو؟ ده العيش، خدنا الكمية اللي إحنا عايزينها كفاية. ممكن اللي باقي عندك ده تعمليه فتوش. اوعي ترميه، الله يرضى عليك. اوعي ترمي حاجة وأنت مع الشيف المغازي، أزعل منك. كل حاجة لها استخدام. خلينا نغرف الفول بالمرة. اللهم صل على النبي. فول بزيت الزيتون. الطبق ده لما يتاكل بارد بالمعلقة كده بألف هنا وشفا. معاه شوية عيش محمصين زي اللي معايا دول. شفت ازاي؟ لأن لهم وظيفة. في كل العناصر الغذائية. الطبق ده ما ينفعش اسيبه كده. البرزنتيشن مطلوب، خلي بالك. وانا بتسوق امبارح شفت برتقان بشاري البرتقان في السوق، فلقيت البرتقان لسه اخضر، فجاء على بالي اجيبه. ايه المشكله لما زين بيه الطبق بتاعي؟ على فكرة أنا من الناس اللي بتحب البرتقال يكون حامض شوية، بحس إن أنا باكل برتقال عكس لما يكون البرتقال سكري. شفت بقى الروقان ده كده؟ شفت الطبق ده كده؟ معانا حلو يا شباب؟ يغنيكي عن الليمون. فكري تاخدي بشرة البرتقال الأخضر ده كده وبشير البرتقال الأخضر تعملها كيكة. يا سلام، تاكلي صوابعك وراها. أنا بعشق الكيك ببشرة البرتقال، خاصة البرتقال الأخضر البشاير بتاعته. شفت الأكلة دي؟ ده خلاص كده جاهز. ألف أنا وشفا. ممكن بقى تحط عود نعناع زي ما أنت عايزة. الطبق ده بهديه طبعا، أكل صحي وأكل صيامي وزي الفل. طيب نخش على اللي بعده، نشوف طبق الفته عايز مننا ايه. فته معانا عيش، معانا حمص، معانا زبادي، معانا طحينه، شغلها كتير على فكره. ادي الزبادي، وادي الطحينه، وادي فص الثوم. حلو. شويه النعناع اليابس الحلوين. وادي الزبادي، وادي رشة الملح، عصرة الليمون، فتة اليوغاتلية بالزبادي والحمص. ممكن تستغنى عن الحمص على فكرة. نقلب دول كلهم مع بعض مع شوية طحينة. خلي بالك الطحينة هنا على الزبادي عشان تديله قوام، تديله شخصية. كفاية طالما بنعمل أكل صحي كده. الزبادي بالطحينة جاهز. وعلى فكرة ممكن نقول سلطة الزبادي بالطحينة، اللي حابب ياكلها كده. تمام زي الفل. أخبار الحمص إيه؟ جاهز معانا. اللهم صل على النبي. أخبار الرز إيه؟ جاهز معانا. ده كلها مكونات طبق الفتة. نيجي بقى للتركية الجامدة.
طاسة على النار شديدة الحرارة، ونحط فيها مكعبين من الزبدة مع معلقة زيت زيتون، ونحط عليهم شوية لوز، يا مزاج اللوز. الله، اعمل شوية فتة، ما تقوليش بقى كوارع وعكاوي. اللوز ده بعد ما بتحمص تحميصة دي مع شوية بابريكا حلوين كده، وشوية قرفة، ناخد اللوز ده كده. أنا يهمني الزبدة والزيت مكان التحمير، عايزهم أنا بقى. عشان كده حمرت اللوز الأول، عشان عايز أعمل الإيه الطشة بتاعة الفتة. شوية اللوز دول نخليهم على جنب، ونرجع للطاسة بتاعتنا دي. نحط فيها يا عم الشيف التوم، الله عليك. حط كزبرة ناشفة، دي الطشة بتاعتي. حلو، ونقلبهم كده مع بعض. شوية كزبرة خضراء، الله، ونقلب مع بعض. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي، هتهمك قوي على فكرة. فاكرة الجوس بتاع اللحمة؟ قال زي الفل. بص على الحلاوة بالله عليك يا مخرجنا، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. هو ده، هو ده، هو ده. أو 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 هو ده. عايز أنا العصير ده، ده هيروح على العيش. خلص الكلام، خليها مكانها. وناخد شوية مية من مية الحمص، ومية الحمص دي بروتين برضو. بس الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. شوف الترتيب بقى، ترتيب الشغل هنا. تحمير اللوز في زبدة وزيت، او سمنة وزيت. وحطيت بعد كده، بعد التحمير حطيت ايه الشوربة بتاعت اللحمة اللي نزلت بعد التسوية. حلو الكلام، زي الفل. بقى عندي شوية ايه شوربة لطاف، اخدتهم زي ما هما كده، ياخدوا غلوة على النار، وسقسى الايه العيش. حلو الكلام، شوربة كده خلاص زي الفل. الرز المصري اخباره ايه اهو، الله. الرز اختياري على فكرة، الرز مع الفتة دي اختياري حسب الرغبة، عشان كده احطه في النص. فتة اللغات ليا على طريقة الشيف المغازي. الشوربة اخبارها ايه؟ اللهم صل على النبي. طعمها حلو، ندوقها مع بعض. يهمنا ادوقها لان هي دي الاساس. الله، الله اكبر. ناخدها وسقسه، يلا على السقسه، يلا على السقسه. العيش، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. طبعا الفته ده في مدرسه المغازي، في الخبره الطهويه، خلي بالك. شويه الشوربه دولت زي ما قال الكتاب. ينزل كده، هو ده. الله، نعم كفايه. الله، هي تتاكل كده لوحدها، لسه ما خلصتش انا، خلي بالك. معانا الحمص، الله على الطبق ده. الطبق ده بياكلوه في الشام. الطبق ده عايز جات خضره، جات خضره يعني سرفيس خضره، في خس، في طماطم، في نعناع، في خيار، في جرجير. الله، اللحمه بتاعتنا، شفت اللحمه برصها ازاي؟ دي لحمه مفرومه، خدت تتبيله، خدت شغل جامد جدا. طبق فته في مدرسة طهوية، في خبرة طهوية، كل حاجة فيها تفاصيل هنا. بداية من سلق الحمص، نقعناه من بالليل، سلقناه تاني يوم على النار من غير بيكربونات صوديوم من فضلك، عشان ما تبوظيش اللي بتعمليه ده. بيكربونات دي بتهري الكولون، بتجيب ارتجاع مريء لجوزك لسه في شبابه، والراجل يوم من عز نومه وهو نايم على المخدة يرجع، تبقى عامله له الأكل حلو.
بس من كتر استخدامك للبيكربونات في سائل الحمص في سائل الفول، تشتري فول من بره، تشتري حمص من بره، كل ده احنا عارفينه. الله عليك يا عم الشيف، لسه ما خلصتش. مكان اللحمه عايز انا ده، هو ده زي ما انا شغال كده، وناخد دول كده زي ما هم كده اهو. الله الله على الحلاوه. يا مزاج اللوز. مش مطلوب منك يعني تعملي اللي انا بعمله ده، انا بجود طبعا لان ده ايه شغلي، ده لوز في قلب اللحمه. شويه كده، وعندنا الزبادي اللي بالطحينه. الله عليك يا شيفنا، اللهم صل على النبي. تفاصيل كتيره في الطبق ده، الف انا وشفا للي ياكل. لوز، قولوا تسلم ايدك يا شيف. الطبق ده فيه عناصر كتيره، فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، فيه تفاصيل كتيره جدا. هنحطه هنا كده، الله، عشان نقدمه ونأخره زي المخرج ما عايز. انا خلصت شغلي كده، بس خلوني اقول انا عملت ايه واشرح التفاصيل دي لان دي مهمه جدا. طبق الفته ده بالذات لانه ده مدرسه اسمها مدرسه المغازي. الاول العيش اتحمص، في طريقتين لتحميص العيش، يا اما نحمصه في الفرن يا اما نقليه في الزيت حسب ما انت بتحبي. جبنا اللحمه المفرومه اللي هي اللغتليه، حطينا عليها زبادي وطحينه وتبلناها ببقدونس ناعم، وخدت شويه البهارات وخدت معلقه طحينه وقلبناهم كلهم في بعضيهم، وفي الاخر عملناها بايدينا كده وحطيناها في الفرن تستوي. خدنا البهريز بتاعها والجوس بتاعها خليناه على جنب، خدنا اللوز حمصناه في قلب الطاسه نتيجه تحمير اللوز مكان الزبده والسمنه والزيت، حمرنا التومه، نزلنا بالبهريز اللي نزل من اللحمه على التومه مع الكزبره مع شويه ميه الحمص بتاعه السلق، وعندنا الحمص مسلوق. ايه اللي عندنا بعد كده؟ الزبادي والطحينه، حطينا زبادي مع عصير ليمون مع طحينه مع نعناع يابس وقلبناهم مع بعض، وبدانا ان احنا طبقنا الاكله بنفس التفاصيل. وانا واثق ان انت لو حبيتيها هتعمليها احسن مني، لانك انت بتعملي ولادك وجوزك، فمهما انا اشتغل ومهما اعمل مش هوصل لواحد على عشرة من ايدك يا امي. خلي بالك ده مهم جدا، عشان برنامجنا اسمه اكله امي اللي هي لا تعوض. بعد زمن طويل بعد عمر طويل ما ننساش اكله ايد امي وريحه ايد امي ونفس امي في الاكله. عملنا شوربه الزبادي لطيفه وجميله بهداء لكبار السن، للاطفال اللي عندهم مشاكل مع الكولون، مشاكل مع الكوليسترول، مشاكل مع السكر، مشاكل مع الضغط. شوربه امنه بنسبه 99.9 من 10. معانا طبق فول صيامي بزيت الزيتون امن بنسبه 99.9 من 10. معانا طبق فته جامد جدا بنسبه 60% 65% لان اللحم الضاني هنا يعور في نسبه دهون شويه، معلش سامحوني، وتحميري العيش في الزيت. فانا صادق وصريح مع حضراتكم، رؤية فن ابداع اكل صحي بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.